السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. أول سؤال، أنا منتقبة. بس أنا في بيت عيلة ومعايا سلايتي، فأنا بصراحة ما بلبسش النقاب عليهم. وأنا أصلاً لما لبست النقاب، عفوا ماذا قلتي؟ أنا منتقبة لابسة نقاب. بس انا لابسه النقاب علشان انا اايد نفسي باللبس الغامق والواسع. طيب. عشان انا هوائيه، فانا لابسه عشان كده، مش عشان انا جميله، لا انا عاديه طبيعيه زي البشر عادي يعني. انا قلع النقاب قدام سلايفي، عشان سلايفي معايا في البيت، وانا مش هقدر اتحكم في النقاب طالعه نازله قدامهم، فهل كده حرام عليا؟ والله انا شايف كده، انا وجهه نظري ان النقاب واجب، ان تغطيه الوجه تجب، فأنت متلاعبة، أنت في الشارع منتقبة، تدخلي جوا الشارع أمام أخو زوجك، الحم والموت كما قال الرسول عليه السلام. عليه السلام. الحم والموت. يعني كده عليا ذنب إن أنا ألبسه. والله أنا مختار هذا الرأي، الله يسلمك.